بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم. السادة الحضور الكرام، أهالي ولاية مدنين، يشرفني كثيرا أن أكون اليوم مع الفريق الحكومي في هذه الربوع الطيبة من بلادنا في ولاية مدنين. وهذه الزيارة هي جزء من الزيارات التي قررتها الحكومة، خاصة وأننا رفعنا شعارا واضحا هو التنمية للجميع. وأنا سبق لي أن قلت في الذكرى السادسة لثورة عيد الثورة التونسية أنه بقدر ما أن بلادنا حققت نجاحات في المستوى السياسي والديمقراطي في مستوى الحقوقي، فأننا لم نرتقي إلى طموحات شعبنا في الست سنوات الأخيرة في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي. وقبل ما نزيد نقدمه، نسأل رواحنا علاش نجحنا في الجانب السياسي في الانتقال الديمقراطي وما نجحناش بالطريقة التي كان ينتظر فيها شعبنا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. والإجابة هي أنه مع 14 جانفي انهار نظاما كاملا، نظام السياسي انهار، وطيلة السنوات التي فاتت اشتغلت كل القوى في تونس في المجتمع على بناء نظام سياسي جديد، على وضع دستور جديد، مؤسسات دستورية، انتخابات شفافة حيها كل العالم. ولكن في الجانب الاقتصادي والاجتماعي لم يتغير شيء. في الجانب الاجتماعي والاقتصادي النظام قعد هو نفسه، ما صارتش ثورة، ما صارتش إصلاحات عميقة، وما صارتش تغييرات جوهرية. هذاك علاش استكمال مسار الثورة اليوم، مواصلة البناء الديمقراطي، يحتاج إلى انتقال اقتصادي واجتماعي، وهذا ما يقوم كان بالإصلاحات. وحكومتنا اليوم هدفها هي أن تكون حكومة الإصلاحات اللي يستنوا فيها التونسة منذ أكثر من 6 سنوات. والإصلاحات لازم تستند إلى رؤية واضحة تقوم أساسا على قناعة بأن تحقيق أهداف الثورة في التشغيل والتنمية الجهوية المتوازنة محتاجة قبل كل شيء إلى عودة النمو، عودة العمل، عودة خلق الثروة، وهذا يمر أساسا عبر عودة الاستثمار. كي نقول عودة الاستثمار، نقصد تطوير الاستثمار العمومي في المجالات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، بالبنية التحتية خاصة في الجهاد. ولكن شفنا في السنوات الأخيرة أن الاستثمار العمومي وحده غير كافي، غير كافي لخلق نمو بالحجم اللي يخلق مواطن شغل تنقص من البطالة. لابد من عودة الاستثمار الخاص، لابد من عودة تونس إلى خريطة الاستثمار العالمي كوجهة تحظى بثقة المستثمرين، وأيضا بعودة الاستثمار الخاص الوطني. وذلك علاش أول خطوة قمنا بها كحكومة هي تنظيم الندوة الدولية للاستثمار تونس 2020، والتي كانت بشهادة الجميع ندوة ناجحة. ونحب أيضا نشكر كل الأطراف التي ساهمت في نجاح هذه الندوة، وخاصة الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية والدبلوماسية التونسية، حيث حققت عديد من الأهداف أهمها عودة تونس إلى خريطة الاستثمار العالمي. وكما تعرفوا هذه الندوة وفرت تمويلات بقيمة 34,000 مليون دينار، حوالي نصفها هي تعهدات نهائية واتفاقيات ممضاة، وانطلقنا في استعمال هذه الأموال لتمويل قسط كبير من المشاريع. ودائما أذكر أن الثورة قامت في القسط الكبير منها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ضد البطالة ومن أجل الحق في الشغل والكرامة. الثورة أيضا قامت من أجل التنمية الجهوية المتوازنة. طيلة عقود منذ الاستقلال كان ثم هناك خلل في سرعة النمو بين الجهات، الأمر الذي وصل إلى ذروته مع الثورة في جانفي 2011. والنجاح في تحقيق أهداف الثورة يقتضي منا جميعا أن الاختلال هذا بين الجهات ما يزمش يتواصل. ومواصلة مسار الثورة مرتبط في مدى نجاحنا لكلنا مع بعضنا في تحقيق الهدف هذا، هدف التوازن الجهوي. وفي هذا الإطار، حكومة الوحدة الوطنية عندنا قناعة راسخة أن كل جهات تونس مهما كان موقعها الجغرافي وإلا الخصائص القطاعية متاعها، كلها عندها مقاومات تسمح لها باش تحقق من النمو ما يحسن من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والكرامة للمواطنين. ولاية مدنين مثلا، في
فيها كثير من المقومات التي بحسن التخطيط والتنفيذ تنجم تحسن من كل مؤشرات التنمية فيها. ولاية مدنين نموذج للجهات اللي فيها تنوع كبير لنقاط القوة التي لو نحسن استغلالها ممكن أن نحقق نقلة نوعية أو قفزة اقتصادية كبيرة. ولاية مدنين فيها مخزون متنوع من المواد الإنشائية والخامات، فيها 500 كيلومتر من السواحل، تقريب ثلث السواحل التونسية. ولاية مدنين فيها 4 مليون أصل زيتون وحوالي 600 ألف رأس أغنام وماعز وإبل، وفيها مراعي شاسعة. فيها 3000 مركب صيد بحري و143 وحدة فندقية. فيها زادة حركة تجارية كبيرة نظراً للموقع الجغرافي للولاية، والتي هي البوابة الرئيسية للتجارة مع الأشقاء في ليبيا. المؤشرات هذه وغيرها تدل على الإمكانيات الكبيرة التي تسخر بها الولاية، واللي بالإمكان أنه يتم تطويرها واللي يلزم تطويرها. نقول يلزم على خاطر الكثير من المؤشرات ماهيش في الحجم اللي يلزم تكون فيه، وإحنا واعين بالشيء هذا. مدنين رغم كل نقاط القوة اللي فيها تحتل المرتبة 15 وطنياً في مؤشر التنمية، وحتى داخل الولاية كما تعرفوا ثم تفاوت كبير في مؤشرات التنمية بين المعتمديات. والكل يعرف مثلاً أن معتمدية بني خديش تحتل مراتب متأخرة في مؤشرات التنمية، وأنا أعطينا تعليمات لدراسة أكثر ما يمكن من المشاريع لفئة هذه المعتمدية بما في ذلك في قطاع الطاقة والشروع في إنجازها في أقرب وقت ممكن. البنية الأساسية ما زالت غير كافية في أغلب معتمديات الولاية وفي أغلب المجالات، وهذا أبعد ما يكون عن تحقيق أهداف الثورة. عدد العائلات المعوزة في ولاية مدنين مر من 2011 إلى 2015 من 5600 إلى 8500، أي زيادة ب 50%. نفس الشيء بالنسبة للوضع البيئي المتدهور وزيادة التصحة والضغط على الموارد المائية وإشكاليات التصرف في منظومة النفايات المنزلية. هذاك علاش يلزم الدولة تقوم بواجبها ودورها نحو مواطنيها. وأنا قلت في 14 جانفي أن دور الدولة هو توفير كل شروط العيش الكريم، عندها دورها الاجتماعي، عندها دورها في توفير البيئة التحتية الضرورية لتوفير شروط النمو الاقتصادي والاستثمار. كنت نحكي على الضغط على الموارد المائية. احنا اليوم كما شفتوا زرنا محطة تحلية المياه في جربة، واعطينا تعليمات باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسريع إنجاز المشروع باش يدخل حيز العمل في أقرب وقت. وأنا نتعهد أمامكم اليوم باتخاذ كل الإجراءات للتعجيل في هذا المشروع اللي اليوم شفنا أنه سجل للأسف تأخر في الإنجاز. في إطار نفس هذه الرؤية القادمة والقائمة على أولوية تحسين سبل العيش في الجهات، قررنا التسريع في إنجاز مشروع السكك الحديدية الرابطة بين جابس ومدنين بتكلفة جملية قدرها 200 مليون دينار، ونحن نتعهد باستعمال كل الاستعدادات باستكمال كل الاستعدادات من أجل انطلاق الأشغال خلال سنة 2018 في أقصى حد. على خاطر احنا مقتنعين بأنه السكة الحديدية باش تحسن من جاذبية الولاية للاستثمارات، واللي يقول استثمار يعني نمو ويعني خلق مواطن شغل. ونحب نذكر أنه كل ما احنا بصدد القيام به في إطار العمل الحكومي عنده هدف أول، هو النمو، هو التشغيل لفائدة الشباب، لفائدة الجهات الداخلية، هو استحقاق الثورة، واحنا عازمين أن باش نقوموا بهذا. كما قررنا أيضا هذا الصباح خلال زيارتنا لمطار جربة، قررنا مضاعفة الرحلات الجوية بين تونس وجربة خلال الصائفة، وإطلاق خط صباحي مبكر من جربة في اتجاه العاصمة، وانطلاقا من شهر مايو باش يكون ثم رحلة يوميا من جربة للعاصمة على الساعة 7 صباحا. كما قررنا أيضا قررنا انطلاق خط بحري تجاري بين زرزيس ومرسيليا انطلاقا من جويليا 2017 لتعزيز الحركة التجارية وأيضا تسهيل التنقل لأبناء الجهة المقيمين بالخارج. وفي نفس الإطار وإيمانا منا بأهمية البنية التحتية في دفع قطار التنمية، تم إقرار مشروع تبليط وتهذيب طرقات 3 بلديات بولاية مدنين، وهي مدنين وأجيم وزرزيس، بتكلفة 9 مليون دينار، والانطلاق في الأشغال في جوان 2017، إضافة إلى استكمال مشروع حماية مدينة زرزيس من الفيضانات بتكلفة 4 مليون دينار،
والذي ستنطلق أشغاله في جانفي 2018. كما قررنا أيضا إعادة تعبيد الطريق عدد 118 بدنين زرزيس بكلفة جملية تبلغ 48 مليون دينار وانطلاق الأشغال في جويليا 2017. أيضا قررنا إنجاز الطريق الحزامية لمدينة زرزيس بكلفة 53 مليون دينار والانطلاق في الأشغال في السوداسية الثانية لسنة 2018 كأجل أقصى، إضافة إلى إعادة تأهيل الطريق الرابطة بين مدنين وسيدي مخلوف بطول 22 كيلومتر. كما قمنا بإعطاء تعليمات من أجل الانتهاء من أشغال إدخال الغاز إلى جزيرة جربة ومدينتي مدنين وزرزيس خلال سنة 2017. مشكل آخر من المشاكل التي تعيشها جهة مدنين هي ضعف الرصيد العقاري والصناعي، الشيء الذي يمثل عائق حقيقي أمام الاستثمار. وفي إطار سعينا لحل الإشكال قررنا أيضا إحداث فرع للوكالة العقارية الصناعية بمدنين. سيدات والسادة الحضور الكرام، تقدم الشعوب يمر بالضرورة عبر تقدم منظومتها المعرفية، واليوم ما يلزمناش ننساو أن واحد من أسبابه أن تونس هي النموذج الناجح الوحيد في الانتقال الديمقراطي في المنطقة، وهو أن الدولة الوطنية منذ الاستقلال استثمرت في المدرسة، في الجامعة، في العلوم وفي المعرفة، والمجهود هذا يلزم يتواصل. وذلك علاش خذينا أيضا قرار بإحداث قسم للحقوق بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بمدنين، وكنا منذ قليل في مركز تكوين مهني الذي حقيقة مركز من طراز عالي وسيكون له إشعاع إن شاء الله في الجهة. تقدم الشعوب أيضا يمر عبر المكانة التي تعطيها للثقافة، وفي هذا المجال عندنا رؤية واضحة أيضا. رغم الصعوبات المالية التي نعيشها يلزم الدولة ترجع تستثمر في قطاع الثقافة، ثقافة نحبوها في خدمة المشروع الوطني والأهداف متاعه، خاصة وأن الثقافة واحدة من أهم الأسلحة الوقائية للحماية من التطرف والإرهاب، لأن مكافحة الإرهاب ما هيش فقط سلاح وعتاد وخطط أمنية، هي أيضا تنمية، هي معرفة، وهي أيضا ثقافة. وكخطوة أولى في هذا المجال قررنا في ولاية مدنين إعادة تهيئة دار السينما الحرية ورصد اعتمادات ب 500 ألف دينار لهذا المشروع. سيدات والسادة الكرام، من مظاهر التفاوت الجهوي بين الجهات في بلادنا هو الوضع الصحي. اليوم من التحديات المطروحة علينا هي توفير جودة الصحة لكل المواطنين بالقرب منهم أينما كانوا. الصحة جزء من شعار الكرامة الوطنية اللي قامت عليه ثورة 14 جانفي، واحنا على المستوى الوطني قمنا بإطلاق برنامج لبناء 13 مستشفى جديد في إطار سعينا لتحسين الخارطة الصحية. وفي نفس هذا الإطار وفي ولاية مدنين قررنا هذا الصباح تحويل المستشفى الجهوي بمدنين إلى مستشفى جامعي، وقمنا بإعطاء التعليمات لاتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لذلك. نفس الشيء بالنسبة للوضع البيئي. اليوم ما نجموش نحكيه على صحة المواطن من غير ما نحكيه على الوضع البيئي. كما يلاحظوا الناس كل، فإنه البيئة والنظافة ونظافة البلاد واحدة من أولويات الحكومة، وهي كانت واردة أيضا في وثيقة قرطاش. وأمام الحجم الكبير للمجهود المطلوب فإن الموضوع محتاج لبعض الوقت، ورغم هذا فإنه هناك تحسن ملحوظ في الوضع البيئي بصفة عامة. وفي هذا الإطار أيضا قررنا ربط مدينة بنقردان بشبكة التطهير، والأشغال انطلقت منذ أسبوعين أو ثلاث تقريبا بكلفة 39 مليون دينار. كما قررنا أيضا تأهيل محطات التطهير بزرزيس المدينة وحومة السوق وسيدي محرز وجربة أغير وجرزيس بكلفة تقدر ب 8 مليون دينار. أما فيما يخص مصب سودويكش فنحن عازمون بطبيعة الحال على إيجاد حل في ظرف الأشهر القليلة القادمة من خلال تركيز مركز إقليمي مشترك لمعالجة النفايات بولايتي مدنين وتطاوين. وفي انتظار هذا فإنه سوف يتم قبل نهاية شهر أفريل الانتهاء من عزل وتخطيط المكعبات في موقع سودويكش. وسوف يتم بعث مؤسسات صغرى في إطار التشغيل البيئي للجمع والرسكلة بحوالي 400 نقطة فرز انتقائي للنفايات من المصدر. السيدات والسادة الكرام، التشغيل الحقيقي هو مواطن الشغل التي يخلقه الاقتصاد، التي يخلقه النمو، واللي هو بدوره يخلق قيمة مضافة، يخلق ثروة. هذاك علاش سياستنا قائمة دائما على دعم الاستثمار
لأنه الاستثمار يخلق النمو والنمو يخلق التشغيل. وكما قلت الاستثمار العمومي وحده ما هوش كافي، لابد من عودة نسق الاستثمار الخاص خاصة في الجهات الداخلية. أنا اطلعت اليوم على عرض لمشروع القرية الشمسية اللي باش يكون قطب تكنولوجي هام في الجهة، وإحنا أعطينا التعليمات باش يتم رفع كل العراقيل أمام المشروع وتوفير كل التشجيعات الممكنة من أجل انطلاقه في أسرع وقت، خاصة وأنه مشروع فيه طاقة تشغيلية عالية وقيمة مضافة مرتفعة. نفس الشيء بالنسبة لمشروع إقامة وحدات صناعية لمعالجة مياه الرجيع لاستخراج مادة البوتاس وغيره من المشتقات، هذا مشروع بيئي بامتياز يندرج في إطار تثمين المواد الطبيعية الوطنية. كلفة المشروع تبلغ أكثر من 16 مليون دينار، وأحنا قمنا منذ 3 أيام تقريبا بإعطاء كل التراخيص اللازمة لانطلاق هذا المشروع في أقرب الأجال. ولكن في انتظار عودة النمو بالنسق اللازم، الدولة يلزم باش تقوم دورها في إطار السياسات النشيطة للتشغيل. وفي هذا الإطار جاء عقد الكرامة اللي باش يشجع المؤسسات على انتداب حتى 25,000 من أصحاب الشهادات العليا الذي طالت بطالتهم في اختصاصات صعبة الإدماج. عقد الكرامة باش يسمح لهم بالحصول على مرتب ب 600 دينار إضافة إلى تكوين يعزز مهاراتهم ويسمح مع نهاية البرنامج بإدماجهم في هذه المؤسسات. وكنا في آخر مجلس الوزراء صدقنا على الأمر الترتيبي لبرنامج عقد الكرامة. وفي إطار تفعيل الفصل 12 من الدستور المتعلق بالتمييز الإيجابي، قررنا أن توزيع 25,000 موطن شغل هذا باش يعتمد أيضا على مبدأ التمييز الإيجابي، حيث ستتمتع ولاية مدنين أكثر بأكثر من 1,000 موطن شغل في إطار هذا البرنامج لسحب الشهادات الذين طالت بطالة متاعها. إضافة إلى عقد الكرامة، قررنا على المستوى الوطني فتح اعتمادات لتمويل المشاريع الصغرى باعتماد آلية التمويل الصغير، 250 مليون دينار وقع رصدها في ميزانية 2017 لدعم المبادرة الخاصة. وانطلقنا في برنامج دعم المشاريع الصغرى، وقمنا بتنظيم أيام عمل حول الموضوع في مدينة جندوبة وسليانة. وفي نفس الإطار نقوم اليوم بإعطاء الموافقة لحوالي 450 طلب تمويل صغير بجهة مدنين من شأنها خلق 450 موطن شغل على الأقل بشكل فوري ومباشر بقيمة حوالي 7 مليون دينار. المبالغ هذه باش يتم صرفها اليوم، ومواطن الشغل هذه باش تكون على أرض الواقع في وقت قياسي في إطار البرنامج الوطني للتمويل الصغير الذي صدقنا عليه في قانون المالية 2017. سيدات والسادة، صحيح أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعيب، صحيح أن الموارد المالية متاعنا ما هيش كبيرة، ولكن مدامت رؤيتنا واضحة، مدامت إرادة شعبنا في التقدم ثابتة، فأنه أحنا قادرين باش نحاربوا هذا التفاوت الجهوي ونخلقوا الثروة بالعمل، باش نعزوا الوحدة الوطنية بمحاربة التفاوت الجهوي، قادرين باش نرجعوا النمو ونخلق الأمل عند شباب متاعنا. وإحنا اليوم في حكومة الوحدة الوطنية قاعدين نخدموا على هذه الأهداف، وما يقلقناش النقد، ما يقلقناش، على خاطر احنا ناس ديمقراطيين نؤمن باختلاف وبحرية التعبير، وما يقلقناش على خاطر ضميرنا مرتاح. كل ما نعمل فيه لمصلحة تونس، لمصلحة الشباب هذايا، لمصلحة الجهات، لمصلحة بلادنا. واليوم تونس تنتظر منا انه نسبق المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية والطموح السياسي مشروع للجميع، لكن مش على حساب مصلحة البلاد. أنا قلت أن الوضع صعيب على خاطر تونس تخوض حروب على كل الوجهات، نخوضه في حرب على الإرهاب ما ننساوش. ولاية مدنين من خلال ملحمة بن قردان كانت شاهدة على واحدة من أهم المعارك، أهم معارك هذه الحرب. نخوض أيضا حرب على الفساد، وإحنا اليوم بقانون حماية المبلغين، بقانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بقانون مكافحة الإثراء الغير مشروع، قاعدين نعزوا في الترسانة التشريعية باش نحاربوا الحرب هذه، باش نحضروا الحرب هذه. وكما ذكرت منذ البداية عندنا أيضا جبهة التنمية والتشغيل وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ولكن رغم كل هذه الصعوبات احنا متفائلين لأنه بإرادة التوانسة بالوطنية متاعهم واللي تجسد في أبهى صورها كما قلت في معركة بن قردان،
ضد الإرهاب، ضد المبشرين بالموت وبثقافة الموت من جنوب البلاد لشمالها، بإصرار التونسيين على حماية مكتسبات الثورة، بعزيمات التوانسة. بكل هذا احنا قادرين باش يكون عنا حلم يجمعنا الكل، تونس خير لأولادها وللأجيال القادمة. وهذا سبق أن أكدناه في العديد من المناسبات. كلمة أخيرة نحب أقولها، أن العزيمة تجيب، الإرادة تجيب، الخدمة تجيب. هذا توجهنا في خدمة تونس، وإن شاء الله ربي وفقنا. شكرا لكم، وإن شاء الله